للدكتور معاه. يعني انت هنا بقى كأستاذ تاريخ، ودايما الشخصية التاريخية بتخضع للتقييم، لها ما لها وعليها ما عليها. يعني شايف ده اغتيال للتقييم الموضوعي للشخصيات التاريخية، بل هو اغتيال للبحث ولتاريخنا ايضا؟ استاذ وائل، خليني اقول لحضرتك حاجه. طبعا صنعه التاريخ وكتابه التاريخ في حضره استاذي الاستاذ الدكتور جمال شقر، هو استاذنا كلنا، ولكن خليني اقول لحضرتك بشكل واضح جدا، بس انا عايز اخد مساحه عشان اقدر اشرح واقدر افهم. اتفضل اتفضل. انا شايف ان في البدايه الموضوع ملوش علاقه لا برموز تاريخيه ولا باي حاجه، لان الدكتور عمر حمروش قال كلمه دلوقتي بتبين ان هو ملوش اي علاقه خالص بعلم التاريخ ولا فاهم اي حاجه خالص في علم التاريخ. قال التي الرموز التي خلدها التاريخ. احنا ما عندناش في التاريخ حاجه اسمها خلدها، خلدها دي في حكايات، واحد بيقعد كده يحكي على بابا ويقعد يغني ويزمر ويقول خلدها. انما احنا في علم التاريخ، لا، علم التاريخ عندنا وثائق وعندنا دراسات وعندنا بحوث وعندنا مقارنات ومناهج بحث كتير جدا عشان اقدر اقول في الاخر هذا الرمز له ما له وعليه ما عليه. انا من وجهه نظري ومع كامل احترامي للدكتور، والدكتور طبعا انا عارف شغله، هو كان خطيب جامعي في الاساس في الاول، انا شايف ان الموضوع لابد يتشاف في سياق نفسي. فكره الشو اللي هم بيتهموا الاخرين بيه، انا شايف ان الشو ده هو اللي عايزه، بدليل ان الدكتور كل مشاريع القوانين يا استاذ وائل اللي تقدم بيها هي لها علاقه ليها بعد بشو اعلاني. يعني الراجل الجميل ده مثلا من فتره قال انا عايز اعمل مجلس قومي للرجال عشان نتساوى بالمراه. الراجل الجميل ده من فتره قال احنا عايزين نكشف على الناس، على عقول الناس اللي بتقول ان احنا نساوي الراجل بالمراه. الراجل الجميل ده من فتره، يعني كل شويه لما يلاقي حضرتك بترشح، انت برشح نفسك ضد الدكتور بعد عمر. بعد اذن حضرتك سيبني اكمل كلامي. بعد اذنك سيادة اللواء سيبني اكمل كلامي. بعد اذن بعد اقول لحضرتك حاجه. لا هو في حاجه، احنا بنتكلم في المشروع اللي احنا جايين، هو بيختلف معاه. احنا جايين بيختلف معاه. السؤال الثاني، السؤال نقطه ثانيه. بعد اذنك سيادة اللواء، بس يعني لازم اجيب بعد اذنك. بعد اذنك سيادة اللواء عشان خاطري بس، احنا بنتكلم في مشروع قانوني كده. المشروع القانوني مش في الدكتور عمر ده، من دلوقتي يملي عليا هيسجنني بعد كده. ما تتكلمش في الدكتور عمر، الدكتور محمد. لا شخص يا جماعه كده استهلاك للوقت محترمه جدا، كده كده استهلاك للوقت. مش في شخص الدكتور عمر، نكمل في الشخص. يا جماعه كده استهلاك للوقت. اتفضل، ما حدش هيتكلم الا الدكتور. ثانيه كلم براحتك يا دكتور. فكره الرمز التاريخي دي فكره نسبيه جدا يا جماعه، ده احنا نخبه، هو يخلص وهتعلق. اشكال الاشكاليه، شوف حضرتك لغه الخطاب بتاع الدكتور او لغه الجسد بتاع سعاده النائب، ان احنا اللي بيغلط في الرمز التاريخي هنسجنه، اللي بيغلط في الرمز التاريخي هنعدمه، اللي بيغلط في الرمز التاريخي هنحدد عليه غرامه. هو اساسا مع كامل احترامي لسعادتك، وانت استاذ في تخصصك، ولكن انت ما تعرفش مين هو الرمز التاريخي. ايه اشكاليه تحديد الرمز؟ مين اللي هيعمله؟ هم هيقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويقولوا الرمز ده فلان الفلاني، ده رمز ده مش رمز، خلاص نعلم على ده، هتحطوا كل الرموز في القانون. هم مش هيبقوا فاهمين الصنعه التاريخيه. بدليل يا فندم، بدليل انا دلوقتي لو قلت لحضرتك ان ابن تيميه هو اول من اسس للقتل والذبح، واول من اسس الفكر الداعشي، ثاني يوم على طول هتسجن. في حين يا استاذ وائل، في حين في حاجه مهمه جدا، يعني ابن تيميه يعد رمزا عند الدكتور عمر. معلش الدكتور عمر، معلش يا دكتور، مش عند الدكتور عمر، عند سامون. لو بتكلم عن لو سمحت يا فندم سيبنا نكمل. لا ما تكلمش، ما تهنش الناس، بلاش الدكتور خالص. انا ما انت هو ايه اللي هنا يا جماعه؟ دي ما كده كتابات، هو بيقول شقه يا دكتور. يا دكتور ممكن نعمل نقطه نظام الصلاه كده؟ مش هنقدر. يعني يا جماعه انتم نواب وهم اساتذه التاريخ. يا استاذ وائل، يا استاذ وائل، يا استاذ وائل، هو يشق اعلام. انا دلوقتي يا استاذ وائل لو قلت لحضرتك، هو يخلص. انا مثلا لو قلت لحضرتك النهارده وكتبت مقاله قلت ان ابن تيميه هو من اسس لنظام لفكر داعش، وهناك من يكتب ذلك كثير. اوكي دلوقتي بقول لما اجيب كتابات ابن تيميه واقول لتعلم ان المؤمن تجب موالاته وانظامك واعتدى عليك، والمسيحي تجب معاداته، وان بيشرع في كل، وانا جايب لحضرتك نماذج. ايوه ما هي نماذج، ما احنا يعني كل ده معروف عند ناس ويتعرض ابن تيميه، هو رمز عند ناس كتير جدا هيسجنني بكره الصبح. يبقى مين اللي هيحدد؟ مين يا استاذ وائل اللي هيحدد مين هو الرمز؟ دي قضيه مهمه. طيب يبقى ده نقطه مهمه يا جماعه، خلينا بس يا جماعه بهدوء شويه. يبقى من هو الرمز؟ ده السؤال. ده السؤال بالظبط. ولسه هدخل وما هي الاهانه؟ ايه الفرق بين الاهانه والنقد؟ الحاجه الثانيه اللي حدد الرمز ما يهمش بس، مش انا تمام. في مجلس اعلى للثقافه، في نقطه مهمه هجيلك يا جماعه، هجيلك. من الحاجات الطريفه جدا، ان داعش في الموصل لما جت توزع البيان الثاني بتاعها في الموصل عملت بند جميل جدا، قالت ان من يهين رمزا من رموز التراث الاسلامي يعرض لعقوبه الجلد، وحسب لغه حده الخطاب بتاعه ممكن توصل للقتل، زي ما سياده النائب اقترح. لو سمحت لي، لا عندك بقى، نحن ليس بداعش، والدكتور عمر ليس بداعش. لو سمحت، هو شبهك بداعش.
لو سمحت شفاك بداعش الدكتور عمر ليس بداعش ونحن ليس بداعش سعادتك لو سعادتك من البحيره استاذ محمد كمل ما تشبهناش سعادتك من البحيره لما داعش انا بسالك سؤال سعادتك من البحيره هي مشكلته الانتخابات سعادتك من البحيره يعني مشكلته انا بشبهك يا دكتور محمد دكتور محمد لو سمحت لو سمحت دكتور عمر بالظبط يا ست اللواء في مشكله مع الدكتور عمر نكمل نكمل يا دكتور محمد احنا بداعش نكمل نكمل لو سمحت يا جماعه لو سمحتوا بس نتفق والا أقول إن ضيوفي إحنا عاجزين عن إن إحنا نوصل الحوار للمشاهد علشان ده هينتهي من كلامه يا أستاذ صلاح ما تستنى لغاية ما ينتهي من كلامه وهتعلق يا جماعة هو لما يتكلم عن إنه داعش تقدس هل معنى كده إنه بيتهمكم إن أنتوا داعشيون؟ يا استاذ وائل طبعا انا خلينا اتفق ان مفيش حد يشكك في وطنيه الساده النواب احنا دلوقتي موجودين في عصر رئيس عبد الفتاح السيسي وده اول رئيس دوله في مصر كلها اتكلم عن حاجه اسمها تجديد الخطاب الديني ما سمعناش النقطه دي حد لاحظها فحضراتهم بشكل غير مباشر وهم مش قاصدين بيجهضوا هذا المشروع الفكري ان الراجل بيتكلم في تجديد خطاب ديني بيتكلم في ان احنا عايزين نشيل عن الاسلام الغشاوه اللي بدات تبقى شكل صوره الاسلام في العالم ومن ناحيه تانية واحد ممكن يجي تاني يوم يقول لي ابن تيميه دوت بس خلي بالك يعني برضو خلينا اهانه الرموز الوطنيه هنا بينطلق مش بس يعني مش عايز ابقى ماسك في ابن تيميه يعني كل يا فندم لا انا عندي عشرات فينا هم يا استاذ وائل هقول لحضرتك على حاجه هقول لك بس بوضوح يا دكتور بس خلينا يا جماعه ما ينفع هم شافوا انه في إهانة وتجريح لعدد كبير من الشخصيات في الفترة الأخيرة صلاح الدين أيوبي وأحمد عرابي ومصطفى كامل وغيره وبالتالي مش عايز أبقى ماسك بس كل شوية في ابن تيمية لا أنا أتجاوز ابن تيمية خالص حضرتك دلوقتي قلت لي بعض الأسماء طيب القانون لما انا عايز سياده النائب يطمني لان انا ممكن بكره الصبح اتسجن ممكن سياده ممكن حضرتك تاني يوم النص يطبق عليا لو كتبت مقاله مثلا حضرتك ما تبقاش راضي عنها مثلا او المشاجره ايه الاليه اللي هتحكم ان انا الكلام بتاعي دوت يعني انا مثلا عقبه بن نافع اللي بيراسب ابن تيميه انا راجل بتاع تاريخ اسلامي عقبه بن نافع اللي بيدرس طلبه المدارس انا من وجهه نظري ان هذا الرجل كان مثلا من وجهه نظري ان الراجل ده كان راجل متطرف مثلا وحد حضرتك مثال ليه وعمل ايه وكذا طيب ايه اللي يضمن لي ان انا ما اتسجنش في وقت ان احنا بنتكلم فيه ده سؤال مهم خليني بقى قبل ما اسمع الدكتور جمال اللي هو شكرا